يا صباح الخير لكل الأشخاص يلي قرروا يبدوا صباحهم معنا عبر شاشتكم، شاشة سما الفضائية، على أمل الخير البركة والسعادة يعم على الجميع. يسعد لي صباحك يا آية. يسعد صباحك نور، بعد زمان صار لنا زمان اليوم على نور الصباح، لنا زمان ما طلعنا مع بعض. انبسطت الصبح اللقاء عن جد إنه نحن اليوم مع بعض بالحلقة. يسعد صباحكم، هيك شايفين تفاصيل صغيرة بتعمل يومنا عن جد حلو. إن شاء الله هيك بداية نهار بتكون حلوة عليكم جميعاً. ما في شك بأنه جمال الروح والقلب هو سر السعادة، لهيك السعادة الحقيقية غالباً بتكون نابعة من داخلنا قبل ما تكون من برا. وكتير أحياناً منشوف أشخاص عن جد سعيدين ظاهرياً فقط، ومن جوا بيكونوا زعلانين ومزعوجين وشو كتار. خاصة اليوم لما بتفتحي مثلاً سوشيال ميديا بتلاقي ناس بقمة السعادة، مجرد تتعرفي عليهم أو تعدي وتحكي معهم بتلاقيهم أنه هن عادي حياتهم أو حتى ممكن تكون أقل من العادي. لهيك دائماً بنأكد أن السوشيال ميديا هي واقع افتراضي، إحنا ما لازم نأخذه دائماً وننظر له بحياة الواقع. وهذا الشيء بحسب خبراء علم النفس كان قالوا أنه جداً خطير. فالتصالح الذاتي أهم خطوة من خطوات النجاح، ويعني باختصار كمان السعادة مو بالمال، السعادة مو بالمعجزات، السعادة بدها قلب متسامح ووجه مبتسم. وبيقولوا الأشخاص يلي بتفضل مرافقتهم وتضل مرافقتهم الضحكة والبسمة ما بيشكوا لا من التعب ولا المرض ولا الزعل، لأنه اليوم هو اليوم العالمي للسعادة يلي رح نقلكم فيه صباحكم سعيد، أيامكم كلها سعادة. حلقتنا ابتدت ورح نتعرف على المواضيع وتقارير حلقة اليوم من برنامج صباح الخير. بأولى عناوين حلقتنا لليوم، 10 طرق لتحفيز هرمون السعادة. وضمن الفقرة الاجتماعية، كيف يمكنني أن أكون سعيد ومتصالح مع نفسي؟ وبفقرة الصحة النفسية عن الطفل، الكذب الخيالي عادة عرضية أم مرض؟ وضمن المساحة الطبية رح نحكي عن الفرق بين هشاشة العظام الوراثية والغير وراثية. ولمدة أسبوع المدرسة الباكستانية في دمشق تقيم تحدي للرياضة على أرضها. وهلا من بعد ما عرفنا عناوين حلقتنا لليوم رح ننتقل لعند الشيف تهامه لنعرف شو محضره طبق لليوم ونصبح عليها. يسعد صباحك. يسعد لي صباحك يعني. صباح يا شيف. يا صباح النور. كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. شو محضرتي لنا اليوم؟ اليوم عامله اكله انا شخصيا هي بالذات يعني بحبها كثير، يا دجاج بالبروكلي. اوكي، يعني إلها محبينها على فكره، وفي ناس شوي عندهم مشكله بيكون يمكن مع البروكلي. هو هلا متى ما شافوا هي الطريقه يعني هي، انت ما بتعرفي قديش البروكلي قديش فيه كثير يعني. لكن انا من الناس اللي بعرف انه قد ايه له فوائد، بس اوقات بحس الاكل اللي بيكون فيها ما كثير بحبها. اليوم بدي ذوقك اياها. فاليوم تغيري لي رايي. خلص اوكي، معناتها حننضم لك بعد شوي لنبلش مع بعض. انتظاركم. شكرا لك. شكرا كثير لك يا شيخ. يعني خبرناكم من البداية وقالت لكم نور بأنه اليوم هو اليوم العالمي للسعادة، حبينا هيك كبداية يعني ببداية عفوا هالنهار نقدم لكم معلومة يعني كيف تقدروا تحفزوا هرمون السعادة عندكم، حتى هيك بركي إن شاء الله يا رب تكونوا سعيدين بحياتكم. بيحتفي العالم بالعشرين من آذار من كل عام باليوم العالمي للسعادة يلي اعتمدته الأمم المتحدة بدورتها 66 للعام 2012، وبيجي هالاحتفال لتأكيد أهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب. فكرة تحديد يوم عالمي للسعادة بترجع للناشط والفيلسوف جايمي ليان، وذلك من أجل إلهام الناس جميعاً حول العالم
للاحتفال بالسعادة بيوم مخصص لها وتعزيز حركة السعادة العالمية. يا ترى بتعرفوا انه في هرمون للسعادة؟ هي اكيد في هرمون للسعادة، يطلق عليه الاطباء اسم هرمون السيروتونين. لهيك رح خبركن عن 10 طرق طبيعية لتحفيز هرمون هالسعادة بالمخ بصورة طبيعية. التمارين الرياضية، كتير من العلماء بيأكدوا على وجود ارتباط بين ممارسة الرياضة وإنتاج هرمون السعادة، ومن أفضل التمارين الرياضية يلي بتحفز إنتاج هالهرمون وبتجعل الشخص يشعر بمزاج أفضل يلي هي الجري والسباحة والمشي. هالرياضات مو بس بتحسن المزاج وبتخلص الجسم من التعب والإرهاق. أشعة الشمس، التعرض لأشعة الشمس يومياً لمدة 30 دقيقة بيعمل على ضبط الساعة البيولوجية للجسم، مما يضمن تحفيز هرمون السيروتونين بالمخ. تناول الحلويات، تعمل الأطعمة الغنية بالسكر على تحفيز المخ لإنتاج هرمون السيروتونين المسؤول عن الشعور بالسعادة، وبتساعد الجسم على التقليل من الضغط النفسي وتخطي الاكتئاب. فبعد تناول قطعة واحدة من الحلوى أو الشوكولاتة بيشعر الشخص بحالة من الرضا والسعادة، فتناول الحلويات لتزيد سعادتك. الأطعمة يلي بتحتوي على الأوميجا 3، فلما بنتناول الأطعمة يلي بتحتوي على أحماض الأوميجا 3 مثل الأسماك والمكسرات والأفوكادو والفواكه المجففة، فهالشي بحفز وبيزيد من إنتاج هرمون السعادة، بحيث بيثبت إنه الأحماض الدهنية تحفز إنتاج هرمون السيروتونين المسؤول عن السعادة. جلسات المساج، بتحتوي جلسات المساج على العديد من الفوائد للجسم، فهي بتعمل على التخلص من التوتر والقلق والإجهاد، وبتساعد على الاسترخاء وبتحفز الشعور بالسعادة والراحة. التفكير الإيجابي، الأفكار السلبية دائما بتسبب الانزعاج والشعور بالحزن والاكتئاب، لكن التفكير الإيجابي وتذكر الأمور السعيدة يلي منمر فيها بحياتنا بتشعر الإنسان بالراحة وبتزيد من سعادته. بالإضافة إلى الضحك واستماع الموسيقى وممارسة التأمل. وبالآخر، هرمونات السعادة هي عبارة عن مواد كيميائية بتنتجها غدد مختلفة بجسم الإنسان، ووظيفتها الأساسية الاتصال بين غدتين أو بين غدة وعضو، وبترتفع وبتنخفض هالهرمونات بجسمك على مدار اليوم. يعني من بعض هالمعلومات اللي أخذناها، نحن اليوم لازم نضل مبتسمين ونتفائل، وخاصة أنه هو اليوم العالمي للسعادة يلي بيحتفل فيه كل العالم وبكل مكان. وأهمية هذا اليوم بتنبع من أهمية السعادة والصحة الجسدية والنفسية وحتى الحياتية. طبعا نور السعادة دائما هي الراحة النفسية، هي السلام الداخلي، هي التصالح مع النفس ومع الآخرين، وهذا الشيء هو اللي فعلا يمكن يكون قادر يخلينا بقمة السعادة مع عائلتنا، لحالنا، أو حتى مع محيطنا الخارجي. لحتى نتعرف أكثر عن هذا اليوم، نتعرف كيف نحن نقدر نوصل لهي المرحلة، سواء من التصالح مع النفس أو حتى هي بتودينا أساسا للسعادة، صارت معنا الاختصاصية النفسية شذا عبد اللطيف. صباح الخير يا شذا. صباح السعادة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. يعني نبلش نحكي هيك عن السعادة، السلام الداخلي، إنه نكون فعلا يعني مبسوطين بالأشياء الموجودة عنا، يعني شو من كانت. يعني لازم نقول إنه فعلا إنه هذا الشيء ممكن غيرنا عم يتمنى، ولكن احنا يعني موجود عنا لهيك لا إراديا. خبرينا أول شيء، ليش سبب تسمية اليوم العالمي للسعادة؟ تمام، ليش عم يذكرونا بالسعادة؟ تمام. هلأ نحن كتير منفضل دائما أنه يكون في عنا كل الأيام نحن نختار فيهم وناخذ القرار أنه نحن نكون سعيدين ومطمئنين ومتصالحين مع ذاتنا، وفي عنا المشاعر اللي بنشعر فيها الرضا والقبول عن حياتنا وعن التفاصيل اللي بنقوم فيها بشكل عام. ولكن من خلال فترة بمدة زمنية شوي طويلة اختاروا انه يختاروا نهار واحد، هذا النهار انه يذكروا العالم بانه نحن لسه في اشياء قادرين نكون سعيدين فيها، ولسه في اشياء نقدر انه نحن نفكر فيها ونسلط الضوء على الاشياء الايجابيه يلي هي بتكون بحياتنا. فاختاروا انه ما يكون هذا الشيء بس على نطاق بسيط او نطاق محلي، اختاروا انه يكون تخصيص نهار دولي للسعاده يلي هو بيصادف اليوم ب 20 اذار مارس.
تم الاحتفال فيه لهذا النهار ب 2013 كأول مرة، وصار يعني نضاف هذا اليوم للتقويم الدولي، صار كل الدول بتحتفل فيه، يعني مثل كأنه وحدنا بعضنا بهذا اليوم لحتى نحن نذكر بعضنا أنه لا، في لسه تفاصيل بنقدر أنه نحن نكون سعيدين فيها، وخصوصي هلأ بهالظروف يلي عم نمرق فيها. كتير العالم بتقلك أنه سعادة مين اللي عم تحكوا عليها؟ تماماً، ونهار سعادة شو؟ فإنه لا، نحن برغم كل الظروف السيئة اللي نحن بنمرق فيها، دائماً في عنا جانب مشرق بيكون بالحياة ولازم نحن نسلط الضوء عليه، وهون دورنا. نقدر يعني نعلم الناس كيف بتكون السعادة بأبسط الإمكانيات. في كتير أشخاص بيكونوا بيمتلكوا كتير مثلا اموال، او عندهم مثلا شغل منيح، او عندهم علاقات ايجابيه مع كثير افراد، بس هنن ما بيكونوا عن جد سعيدين من الداخل. بعدين بتلاقي اشخاص ثانيين، حتى بتشوفي بالدول الفقيره بيكونوا هنن كثير في حاله الماديه سيئه، وهنن ما بيكون مثلا عندهم المأوى ولا المكان ولا السكن، بس بتلاقيهم سعيدين. تمام، لانه هنن اختاروا وحبوا انه هنن لا، انا اليوم بدي اختار قرار اني اكون سعيد وراضي. طيب، يعني فينا خلاص نربط معناها مفهومين ببعض اللي هن الرضا والسعادة، وهذا الشيء اللي نحن أساساً من بداية الحلقة ونحن أساساً عم نحكي لكم عنه أكثر. طيب شازا، نحن كيف أساساً نقدر نوصل لمرحلة الرضا بوقت أنا اليوم بفتح إنستغرام مثلاً بيطلعوا عندي رفقاتي أو أشخاص غرباء أو ما بعرف مين عايشين، بتلاقيهم حياة مختلفة عن حياتي، بيمتلكوا قصص أنا ما بمتلكها، فقد ما حاولت أقول أنا خلاص راضية راضية راضية، ترجعي بتطلع هيك إنه لا، بس في هدول تفاصيل أنا ما بمتلكهم، ما بعرف شلون بدي أوصل لهم. فنحن شلون أساساً نقدر بظل هي الفوضى كلها اللي حوالينا نوصل لمرحلة الرضا اللي رح تاخذنا أساساً للسعادة؟ تمام، هلأ هذا الشيء اللي أنت هلأ ذكرتيه هو كتير شائع، وهلأ خصوصي من فئة المراهقين يلي هي بتكون هلأ أكثر أساليب التواصل اللي هي هلأ منتشرة سوشيال ميديا، بيشوفوا كيف مثلاً العالم الثانية هي عايشة، بتصير بقى اللي عند الأطفال مثلاً لكي هذا شو جابت له مثلاً والدته، لكي أنا كيف أنا ماني مبسوط. المهم نحن لما كيف نزرع بأولادنا وكيف نحن كمان من جواتنا نكون متصالحين مع نفسنا، إذا نجي لمصطلح بعلم النفس مصطلح التصالح مع الذات، كيف نحن نتقبل نقاط القوة ونقاط الضعف يلي هي موجودة عندنا. كل شخص عنده عيوب، ما في حدا مننا كامل. الشيء الحلو يلي نحن لما بيكون عندنا مثلا تقدير ذات عالي، الشيء الحلو انه نحن بنقدر انه نتقبل عيوبنا مثل ما هي، نتصالح مع ذاتنا بالبداية بأنه نتصالح مع شكلنا الخارجي بالمظهر بالبيئة اللي نحن عايشين فيها، نقدر نتقبل حالنا. في كتير أشخاص ممكن يقولوا لك أنه أنا مثلاً بشوف هاي الشغلة فيني غلط، لا، أو هاي الشغلة مثلاً أنا ما كتير بفضلها، مع أنه في أشخاص تانيين بيقولوا لك أنا كتير بشوفها حلوة فيك. عن جد. تماماً، هاي كتير منلاقيها ومنسمعها ومنحس أنه لا، أكيد هدول الأشخاص مثلاً عم يجاملونا. ليش ما بننظر لحالنا من وجهة نظر تانية مختلفة كلياً؟ نحاول أنه عن جد نشوف أنه نحن بكل الأشياء الصغيرة نحن بنمتلكها نحن غنيين، نحن رضيانين متصالحين مع ذاتنا، مو أنه مثلاً أنا لازم يكون عندي أشياء باهظة الثمن، أنا أكون مثلاً قاعدة بمطعم كتير فخم لحتى أنا أكون مثلاً عن جد سعيدة تماماً بمفهوم السعادة. كل الإنجازات الصغيرة اللي بنقوم فيها بحياتنا نحاول أنه نسلط الضوء عليها تماماً وما نهمشها. في كتير أشخاص بيكونوا كتير عاملين مثلاً بحياتهم إنجازات ويعني عاملين كتير مثلاً أشياء مهمة، ما بيحسوا بالرضا ولا بالسعادة أبداً، ما بيحسوا فيها أبداً، لأنه بيكون في عندهم تدني بتقدير الذات، بيشوفوا أنه لا، أنا عن جد ماني سعيد. طب أنه لو من إيسا من وجهة نظر تانية من طرف تاني بنشوف أنه لا، أنا كل شيء كل هي التفاصيل اللي أنا بملكها اليوم غيري يمكن ما بيمتلكها، وبتمنى أنه هو يكون بمكاني بهذا اليوم. تمام، طيب خلينا نحكي عن الأشخاص يلي ذكرتي حضرتك إنه هن عندهم كتير بيمتلكوا كتير قصص ولكن هن ما بيشعروا بالسعادة، هل يا ترى المعايير يلي ممكن تخلينا نشعر بالسعادة هي بترتبط بالمجتمع بالبيئة بالعيلة، ولا لا هي ممكن تكون من طبيعة الشخص فعلا شو ما عمل ما بيحس بالرضا، ما بيكون سعيد مع إنه عم يعمل إنجازات مثل ما قلتي غيره عم يتمنى يحصل على إنجاز واحد بسيط؟ صحيح. هلا يمكن أنا اليوم لو بسألكم شو معيار السعادة
عندكم، كل حدا فيكم حيكون اجابته مختلفه عن الثاني. تماما، في كثير اشخاص ممكن تشوف معيار السعاده انه هي تسمع اغنيه حلوه، تقعد مع اشخاص قادرين يمدوها بالطاقه الايجابيه، تقدر مثلا انه هي تطلع مثلا مشوار. كل حدا عنده مفهوم خاص ومنفرد ومميز للسعاده، ولكن في عندك اشخاص كثير هنن بيطلعوا دائما، بيكون من صفات الشخصيه اللي هنن بيمتلكوها انه هنن دائما بيطلعوا على الاشياء اللي هي ناقصتهم، يلي لحتى هنن مثلا انه انا ما رح اقدر اني انا اعيش اللحظه، بيكونوا مثلا بجو مفعم بالنشاط وعندهم مثلا اشخاص كثير ايجابيين بحياتهم، بس هنن بيهمشوا كل هاي التفاصيل اللي هي موجوده قدامهم حالهم. هو بس بينكدوا على حالهم. ممكن انا اكون سعيده ولكن انظر لبعض الاشخاص يلي هن مثلا بحس انه بضايقوني، يعني انا بشوف ايه اليوم شو عامله، انا سعيده طلعت بس فتحت شفت الانستغرام تبعها انقلب لوني، اتغيرت انه ليش مو انا بتاثر ببعض ليش الأشخاص. ليش نحن يعني حتى نربط سعادتنا ببعض الاشخاص او تعاستنا اذا اشخاص فعلا هنن عندهم سعاده؟ تمام، لانه هنن لهلا لسه مو وصلانين لمرحله انه هنن يتصالحوا مع ذاتهم او هنن يتقبلوا ذاتهم. انا بقدر اني انا لما عن جد بختار وباخذ قرار اني انا اكون سعيده لليوم، وبقدر اني انا اتمنى السعاده للاخرين، بتحسي عن جد هي بتعدي، يعني انا خلص انا بقدر اني انا اسعدك بكلمه فعلا. عن جد بعد شوي بتحسي انا فورا من جوا اجاني شعور بالرضا، بس هذا الشيء بده يكون نابع من القلب، مو انه من باب اني انا اليوم بدي جامل او عم مثل او انا بس عم حاول افرض حضوري او انا عم بلفت النظر او اجذب الانتباه. فنحاول دائما نحن عن جد نتقبل ذاتنا، نتصالح مع انفسنا، نقدر عن جد بكل التفاصيل نحن بنمتلكها ما نستهين فيها، واقدر اني انا اعكس لك السعاده او اني انا اقدم شغلات بسيطه قادره تسعد الاشخاص الاخرين لحتى هي تنعكس لي. طيب شذا، بنلاقي كثير اشخاص يعني ممكن يكونوا اصدقاء موجودين بحياتنا هن عطول مبسوطين، وانت لما بتعدي معهم عطول تساليهم انه انت من وين جايب هذا التفاؤل كله؟ يعني نحن بطبيعتنا يوم منيح يوم بشع، يوم مودك حلو يوم مودك سيء، في ناس لا عندها دائما طاقه، دائما سعيده، دائما ضحكتها على وشها. هدول عن جد مثل ما هيك بنكتب بشوف هدول القصص اللي بنكتب على الفيسبوك، هذا مخبي وراه حزن كبير، هذا هي القصص مزبوط هذا الشيء ولا هن هي حاله طبيعيه يمكن تكون بشخصيتهم؟ لكل حدا فينا عنده سمات شخصيه معينه وطريقه لحتى هو يتعامل مع مثلا اي ازمه ممكن تحصل له او اي ضغط ممكن يكون حاصل معه. في كثير اشخاص ممكن انه هن يتعاملوا مع اي ضغط ممكن حاصل عندهم بالضحكه، بانه ياخذوه على سبيل المزح، قادرين يتكيفوا ويتأقلموا مع أي موقف ضاغط. أشخاص تانيين بتلاقي كلمة بسيطة ممكن تقولي لهم ياهن قادرة تهزهم تماماً، وبيقولوا لك أنا خلاص انفقست من أول النهار، أنا ما بقى قدران أكفي، انضرب المود انضرب مودي تماماً. فلا أنا ليش ما أنا لهدول الأشخاص اللي هنن هلأ، يعني انت لما بصير عندنا في اي موقف مثلا بالحياه بيضايقنا بيزعجنا، نقدر بس نحاول نلاقي الطريقه الصح لانه نحن نتعامل معه، ونلاقي يعني دائما بهي المواقف اللي هي بتصير بصير جسمك بيعطيكي هي الهرمونات اللي هي مثلا بتاثر على الحاله الجسديه بشكل عام وعلى حالتك النفسيه، وكمان ببلش يعطيكي الافكار السلبيه. فانا يعني هي بنسميها الافكار التلقائيه، فانا ليش لحتى انا انطر لحتى الافكار السلبيه لحتى هي تسيطر علي؟ لا، انا اللي بمد حالي بالافكار الايجابيه لحتى هي تعكس عندي شعور ايجابي جيد، واقدر اني انا عن جد اتقبل اي موقف ممكن انه يصير معي وما اشعر بالضغط او بالضيق او اني انا اعكر صفو الموجودين او اعكر صفو حياتي انا. صحيح. تمام، وننتبه لقصه سعادة الغير ما رح تنقص من سعادتي. أكيد. وسعادتي ما رح تنقص من سعادة الآخرين. أكيد. هي لازم ننتبه لها، مثل ما قلتي كل واحد تفصيل صغير فعلا بيعمل له سعادة بأي شيء، ممكن فنجان قهوة، ممكن طقس. أكيد. ممكن غنية، ممكن لقاء حدا، يعني فعلا يخلينا يعني ينقلب نهارنا، يعني ممكن من ضغط تعب لسعادة. خلينا نعطي نصايح للأشخاص اللي عم يحضرونا، إذا هنن شوي دائما تعب تعاسة متضايقين ما في شيء عم يزبط، لحتى يبلشوا من هذا اليوم فعلا يكونوا سعيدين ولو بأبسط الأشياء. خلونا نبلش من هذا اليوم، كل حدا فينا يقدر عن جد يعرف الطريق لقلبه ولسعادته الحقيقية ولذاته، يعرف شو الشيء اللي أنا اليوم إذا عملته عن جد رح يعكس عندي مشاعر إيجابية. كثير أشخاص ممكن تقول لك هلا خلص بطلع مع رفقاتي، أو ممكن في ناس تحب لحالها تقعد تماما، ممكن يقولوا لك ليك الطقس برا كيف مستحيل أطلع، أنا أكيد هلا حأتكركب. لا،
كثير شغلات بسيطه ممكن نعملها ونحن قاعدين بالبيت. نعمل جو لطيف، ممكن انه نحن نقعد نجمع اشخاص عننا، ممكن نحن نحكي تليفون مع حدا بعيد، نقدر انه عن جد يعكس لنا طاقه ايجابيه ونقدر انه نحن نكفي بهذا اليوم بسعاده. ولكن على المدى الايام اللي هي بعيده نحاول بس نلاقي الطريق لذاتنا ونحاول نتصالح مع حالنا، نتقبل حالنا بكل العيوب اللي هي موجودة، إن كان نحن مو قدرانين إنه إحنا نصلحها نتقبلها ونتقبل يكون في عنا هذا التصالح مع شكلنا الخارجي مع البيئة، وما نستخف بأي إنجاز ممكن نكون قمنا فيه على مدار حياتنا أو بأي مجال من مجالاتها. يعني حديث هيك لطيف وإيجابي ببداية هالنهار كان معك شذا، شكراً كثير لوجودك معنا. الرضا، التصالح والتفاصيل الصغيرة هي أكيد إن شاء الله بتكون هيك مصدر لسعادتنا جميعاً. شكراً كثير لك شذا. شكراً لك، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. خلال الفقرة شرحنا ووضحنا أهمية التعامل الغير المشروط بين العائلة، فأنت بتحب طفلك بغض النظر عن صفاته، وهذا الشيء مهم وضروري حتى نحتوي الطفل، ولكن في كتير شغلات الطفل غير قادر عن التعبير عنها. لنعرف أكثر عن احتياجاته النفسية اللي ممكن يكون كابتها داخلياً، خلونا نتابع سوا. تحديد الاحتياجات الجسدية للطفل أمر بديهي بيكون فيه الآباء والأمهات بتقديم الطعام المغذي والتدفئة ووقت النوم، كل هاي الأمور بتسهل مراقبتها، لكن الاحتياجات العقلية والعاطفية ما بتكون بهذا الوضوح، فتطوير المهارات الاجتماعية والنفسية للطفل بيكون مسؤولية الأهل بشكل كامل حتى ينمو علاقة الصداقة بينهم، يعطوهم الكلمات المشجعة وبيحفزوا الحالة النفسية لأطفالهم وبيساعدوهم على تطوير الثقة بالنفس واحترام الذات. الحب الغير مشروط بيكون على رأس قائمة الأساسيات العاطفية يلي بيحتاجها الأطفال من عيلتهم، فأنت بتحب طفلك لأنك بتحبه مو لأنه مهذب أو لأنه منظم، بتحبه بكل حالاته بنوبات غضبه وحتى بلحظات ضعفه، فأهم شي بيحصل عليه الطفل هو الاحترام والثقة يلي بياخدهم من أهله. فرصة اللعب مع أطفال تانيين، اللعب للأطفال هو متعة أساسية ما بتقل أهميتها عن الغذاء والتدفئة، فهو بيساعد الأطفال على الإبداع وتنمية المهارات وبيدعم قدرتهم على حل المشاكل وبيطور الشعور بالانتماء عن طريق المشاركة والتحكم بالنفس. المتعة بيضغط المجتمع الأطفال وبيوجههم لضرورة الفوز الدائم لأنه الوحيد يلي بيخلينا نحصل على السعادة، وهاد بحملهم طاقة أكبر من طاقتهم، وممكن يفشلوا ويحسوا بالهزيمة والخوف بأنهم يجربوا نشاطات جديدة، وهون الأهل لازم يعلموا أولادهم أنهم يحصلوا على المتعة الدائمة مو على الفوز الدائم. طلب المساعدة، في بعض المشاكل يلي لازم يفرقوا بين أنه الأهالي فيهم يحلوها أو يستعينوا باختصاصي نفسي، مثل وقت انفصال الأبوين أو فقدان أحد الأقرباء للطفل أو حتى انخفاض الأداء المدرسي المفاجئ، القلق والرفض المتكرر للروحة على المدرسة. وأشارت بعض الدراسات إلى أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية يلي بتواجه الأسر بتأثر على الأطفال مباشرة، وهذا أمر بيدعو لضرورة مراقبة الصحة العقلية للأطفال والحرص على دعمهم نفسياً وعاطفياً. يا صباح الخير لكل ستات البيوت اللي بلشوا نهارهم معنا وناطرين يعرفوا اليوم الشيفت وهامش شو رح تعمل لهم اكله. اليوم رح اعمل لكم اكله كثير طيبه، بتمنى من كل ستات البيوت يجربوها، يعني عن جد تغيير عن الاكلات اللي نحن متعودين عليها، وانا متاكده اذا تعلمتيها وجربتيها رح تضل دائما عندك بالمطبخ. اني دجاج بالبروكلي او فينا نقول دجاج بالخضار، رح اعرفكم على المقادير هون. يعني هي مرحلتين على فكره، يعني اذا حفظنا المرحله الاولى مع الثانيه كثير تطبيقتها سهله. المرحلة الأولى طبعاً هنتبل فيها الدجاج، هون حأحتاج نص كيلو من الدجاج مقطع، بدي قطع كبيرة. رح أحتاج للتتبيلة بابريكا، هون عندي بهار مدخن، عندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر،
نص معلقة صغيرة من البيكنج سودا، وهون في عندي زنجبيل، ملح طبعا، احتاج معلقتين طحين مع معلقتين كورن فلور. يعني دول الشغلات تتبيلة الدجاج هي حتكون عندنا بالمرحله الاولى. المرحله الثانيه بقى الخضار، شو هن؟ هحتاج هون بصله مفرومه ناعم، سنتين ثوم. من الخضار هحتاج طبعا هي كمان ترجع اختياريه، هون هحتاج جزر، عندي بصل اخضر، عندي فليفله حمراء وخضراء، وهون هحتاج البروكولي. هون هحتاج للصوص تبع الاكله كلياتها معلقه من العسل، كاسه من المي، نص كاسه من الصويا صوص، وهون عندي معلقه خل. مع هون هي اختياري اذا حبيتوا تحطوا صوص الباربيكيو، يعني تعطوا هي النكهه القويه، ما حطيتوا كمان ما بيأثر معي. اول شيء رح نبلش انا وياكم باول مرحله اللي هي تتبيله الدجاج، بس قبل خلونا نشعل الغاز مشان يحمى عندي. رح نحط عليه طبعا زيت نباتي، بتحبي زيت بتحبي زبده ما بيأثر، بس انا لانه بدي اقليهم تقلاي بفضل انه زيت. هلا رح اضيف هون عندي الدجاج. هلا بتمنى القطعه تكون كبيره، يعني مو صغيره، بهذا الحجم اذا شايفينه. حنضيف ملح، ما رح كتر مرح لانه انا بدي استخدم صويا صوص، والصويا صوص كثير مالحه. هحتاج معلقه صغيره من الزنجبيل، هحتاج نص معلقه من بيكنج الصودا، مع معلقه صغيره من البيكنج باودر. هلا بتعرفوا ليش هيك؟ مشان تنفش حبه الدجاج. هون في عندي بهار مدخن، هذا قلت لكم عليه قبل، دائما خلوه باكلات الدجاج بيعطي نكهه كثير طيبه. هون عندي شوي من البابريكا، طبعا انا هي حلوه. هحتاج معلقتين من الطحين مع معلقتين من الكورن فلاور او النشا، وهيك صارت عندي جاهزه. طبعا بدنا فلفل اسود، لاحظتوا هي كل القصه. بتمنى من ست البيت اذا بدك تعملي هاي العمليه تعمليها يعني وتتبليهم وتتركيهم على قبل بوقت. انا بدي احاول بصراحه كثير حرك بين فيهم، بدي اياه يتعبى كله طحين والكورن فلاور. بدي اخذ هاي الطبقه، هلا شوفوا كيف شكلها بده يصير. هلا انا مره بصراحه كنت بدي اعمل هيك سندويشات على السريع لبناتي، قام عملت نفس هاي الخلطه ودغري قليتهم ولفيت لهم اياها بالسندويشات. كمان يعني هاي المرحله فيكي تعمليها بالبيت، يعني ما ضروري تعملي طحين وما طحين وهيك، عن جد تطلع كثير طيبه. وتركيها على نار هاديه او ممكن تحطيها على السيم، تطلع كثير طيبه ولذيذه. نفس التتبيله، يعني هي ما بيقولوا اكلتين. هلا اكيد حمي عندي الزيت، رح اقيم وحرك. لاحظتوا ليش انا بدي القطعه كبيره؟ لانه اذا صغيره كانت بتلبكني بالقلي. هلا رح اقيم وضيف بهذا الشكل. والله على البرد مين حتى الزيت مو حميه. هاي قوينا على الاخير، لاحظتوا كثير سهلة، يعني ابدا تتبيلتها كثير سهلة وبسيطة. ما اخذت معلقتين نشا، معلقتين طحين، اخذت معي شوي من التتبيلات. طبعا انت النكهة اللي بتحبيها حطيها، دائما انا بقول بتتبيلة الدجاج، بس يعني بصراحة هي الأكلة إذا بدك تاكليها على أصولها هي الأكلة آسيوية، هي الأكلة آسيوية، يعني كثير حتكون لذيذة. هلا هيك طبعا أنا هيك خلصت عندي المرحلة الأولى، ما ضل غير استنى عليهم شوي لحتى يتقلوا. بصراحة ما ضل شيء أعمله أنا، رح استنى شوي على دجاج لحتى يتقلى، بس يعني أنا تقريبا بده ياخذ معي من تحت تقريبا يعني 3-4 دقائق. وخليني معلش هلا لك وأنا ما متى ما حمي عندي، معلش خليني نوص أنا بدي، لأنه قطع الدجاج عندي سميكة أنا بدي إياها تستوي. متى ما حسيتها عندي استوت من تحت وأخذت اللون الزهر بدي أرجع أقلبها على الطرف الثاني، وطبعا الطرف الثاني ما رح ياخذ معي كثير وقت، وبترجعوا لعندي بعد شوي لحتى نعمل أنا وياكم المرحلة الثانية من الدجاج ب هي حنرجع لعند المذيعين. بدنا نغطيها يا شيف؟ لا ما بدها تغطيه ابدا. اوكي شكرا كثير لك. يا هلا. يعني مثل كل يوم بيكون هيك لنا جوله منوعه لنعرف شو عم بيصير حول العالم بالساعات الاخيره، خلونا نتابع التفاصيل كلها مع بعض.
جولتنا المنوعة بلشت، والبداية من دبي بألوان زاهية ورسومات فريدة بتسلط الضوء على الجدران بهدف تشجيع المزيد من الناس لخوض تجربة الجرافيتي ضمن معرض ريثنيك آرت يلي ضم أعمال تصويرية وعروض حية. وحنروح ع فلسطين. أم عمرة 28 عام بتدعم عائلتها من خلال صنع وبيع الفوانيس بمدينة خان يونس بقطاع غزة قبل شهر رمضان، ويعتبر الفانوس من أهم الديكورات يلي بتزين طاولة الإفطار أو نوافذ المتاجر والشرفات بهالشهر المقدس، وبتحظى بإقبال وشعبية كبيرة بين الزبائن. وبجولتنا الأخيرة حنحكي عن سماء باللون الرمادي القاتم ودرجات اللون البرتقالي غطت جبال الألب السويسرية نتيجة الجزيئات الصغيرة يلي قطعت آلاف الكيلومترات عبر البحر الأبيض المتوسط. بيولد الأطفال على الفطرة النقية، والبعض من الصفات بتكون مكتسبة مثل الصدق، الأمانة، الكذب وغيرها، وطبعا بتكون مأخوذة من قبل الوسط المحيط فيه للطفل. فإذا كانوا الأطفال محاطين بأشخاص بيراعوا الصدق بأقوالهم رح يقتدي الطفل فيهم. أما إذا نشأ الطفل بوسط ما بيراعي الصدق، ما حدا رح يساعده لحتى يتدرب عليه ويحوله لسلوك بيمارسه بشكل يومي، وهيك رح يسهل عليه الكذب. وما فينا ننسى كمان انه الاطفال ممكن يتبعوا اكثر من طريقه لحتى يواجهوا المشاكل يلي بتصير معهم. اول هي الوسائل فورا الكذب، يعني مثل كذب الدفاع عن النفس، الكذب الاجتماعي، كذب المبالغه، والكذب الخيالي يلي بيلجا فيه الطفل لانه يخلق قصص ويسرد حكايات كاذبة. هذا سلوك طبيعي لأنه كتير يعني الأطفال يعني بيحبوا إنه يعني يختلقوا قصص يعني بهدف المتعة، وبيكون حضران له شيء فيلم كرتون فبده يعني بتحسي بده خلص يطبق بده يطبقها على الواقع. بكل الأحوال صارت معنا الاختصاصية بالتربية نغم تربيل حتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير نغم. يسعد صباحكم وصباح المشاهدين، كل عام وكل المعلمات والأمهات بألف خير. وأنت بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. عم نحكي عن الكذب يلي ممكن نعتبره بأوقات هو شيء طبيعي عادي عند الطفل، ولكن في مراحل ما ممكن يتطور لسرد قصص حكايات أو يختلق شيء هو فعلاً ماله موجود. بأي عمر ببلش الطفل فعلاً يصير عنده كذب خيالي ومنقول إنه عادي، وإمتى بيصير مو عادي؟ هلق الكذب الخيالي هو ألطف أنواع الكذب بالنسبة للأطفال، ومو أي طفل بيقدر يعمل هذا الشيء لأنه بيحتاج بده خيال خصب. خيال تماماً خيال خصب، يكون عنده طلاقة باللسان، قدرات عقلية عالية ليقدر يألف قصص وينقل الخيال لواقع ويأكد أنه هو حدث بالفعل هذا الموضوع. يعني ببلش الطفل أيمت بيكون الذروة بخياله بالكذب الخيالي عنده؟ بال4 سنين. لكن هو ببلش المرحلة الأولى من 2 لـ3 سنوات. هون أكيد ما فينا نقول عن الطفل كاذب لأنه صح. هو بيتصرف هذا الشيء ليحصل على أمور هو بحبها. تمام. بعدين من 3 لـ4 أو 5 سنوات هون بيكون قمة الخيال عند الطفل، بيحور الخيال لواقع وحتى بيبدي انزعاجه. أنه أنت لما بتجي بدك تحكي مع الولد، طبعا ممنوع نقول عنه أنه هو طفل كاذب لأنه هو مو بغرض الكذب عم يعمل هذا الشيء، هو متعلق بالأفلام الكرتونية عم يقتبس شخصيات كرتونية وبيطبقها على أرض الواقع. ملاحظ كتير أنه مثلاً بتفوتي على غرفة الطفل أنه مين هيك عمل بغرفتك؟ إجا سبايدر مان وهو اللي خرب الغرفة كلها. يعني هاي الأمور هون نحنا
ما فينا نحكي غير انه عيد صيغه الكلام، يعني نحاول ان نغير تفكير الطفل انه انت اوكي عم تقتبس هي الشخصيات الكرتونيه، بس خلينا نرجع للواقع الحقيقي اللي انت عايش فيه. لما بنحضر شيء خيالي استمتع فيه، لكن لما بنعيش الواقع بيختلف كل هي الامور. هي الشخصيات موجوده بالخيال مو موجوده بالحقيقه، فهون الطفل شوي شوي لما بتقلي له عيد الحديث بصير لحاله بيدرك انه هي الامور ممكن تكون غلط اللي عم بحكيها مو موجوده بالواقع. تمام. هو شو الاخطاء هون الاهل بيعملوها؟ يعني الاخطاء اول شيء انت بتكذبي الطفل انه انت كاذب، هون بيروح الطفل فورا بيستقر بيذهب لللاوعي وبيستقر بشخصيته انه انا كاذب، على مبدا لما انا بقول له انت صادق، انت اي شيء بتحكيه انا بصدقك، فانت احكي لي الصدق. لما بتقول للطفل انت كاذب فمعناتها انا حتى هو هيك بيفكر انه انا حتى لو بحكي اي شيء حكيته بحكي الشيء اللي صار معي، الاهل عم بيكذبوني. وفي كثير اسباب بتخلي اطفالنا تكذب، لكن خلينا نحكي على المرحله بين الخمسة والثمان سنوات. هون الطفل كمان بيستمر بهذا، يعني يكذب طبعا، بصير بيدرك انه هذا حقيقه وهذا خيال. طبعا. انا اللي عم بعمله. عنده ذكاء انه هو بيستخدم ببلش بيكذب ليهرب من مسؤولياته. بنلاحظ انه اكثر شيء بيعذبونا الاطفال بوقت الدراسه انه انا مريض، انا ما فيي روح على المدرسه، هي الامور ببلشوا يمثلوا تماما. فهون كمان هذا الموضوع عادي، لكن انا باكد على موضوع المراقبه من الاهل، يعني دائما كون انا مراقبه وكون واعيه، عندي ثقافه كامله لحتى انا غير اتجاه الطفل عن هذا الموضوع. بذكر موضوع الصدق، يعني انا دائما بعزز موضوع الصدق عند الطفل لحتى هو يصير صادق. وببتعد عن تأنيبه والقسوة بالنسبة له، لأنه منلاحظ أنه أوكي، يعني أنا في كتير أهالي مثلاً أنه أنا خلص بدي يصير اسمع ابني، بدي يصير شوف، بدي يشوف شو عم بيساوي. هذا الفضول بيقتلنا لنعرف أطفالنا شو عم بيساوي، شو هي الأشياء اللي عم بيقوموا فيها. لكن بالوقت اللي بيجي الطفل وبيشكي أو ببلش يحكي لنا، هون الأم بعد ما يخلص حديث، بعد ما نحن نوعده انه اوكي احكي لي الصدق وانا ما بعمل لك شيء، فالغلط اللي نحن بنعمله انه نعمله شيء. طبعا لما بيخلص حديث انا بنفعل وبلش عنف الولد وبحرم الولد معه انه يحكي، فهون بصير الطفل بيعمل ستوب انه خلص الماما هيك عملت لي، ما بينفع معه الصدق تماما. خلص انا ما عاد رح احكي الشيء اللي صار، رح صير كذب. لانه انا الكذب لما كذبت ماما ما عاقبتني. انا هون بدي اكون واعي. الطفل بيسرح بخياله والطفل بيحكي، وحتى لما تكوني انت عم تنصحي الولد او عم تسمعي بشوف إيماءات وجهك هي كيف صارت، هون ممكن يحرف بالقصة لما بيشوف الأم إنه بلشت تتعصب أو في طمأنينة تجاهها. تماماً. لما بيكون في طمأنينة بيكمل الطفل الحديث بدون ما يشعر بالخوف. دائماً نحسس الطفل بالأمان وإنه أنا الحضن الدافي اللي لازم أنت تلجأ له بوقت الحاجة. ان شاء الله نقدر فعلا نكون نحن كأمهات الحضن الدافي، لانه يعني انا بعرف رده اي فعل للام فورا انه بس بدها هي بس هيك شيء خمس ثواني ثلاث ثواني لحتى هيك تروق فعلا، لحتى تعطي مجال لفعلا لطفله انه يحكي هدول القصص. الكذب الخيالي فينا نعتبره عادة مرضية أو لا؟ هي شيء طبيعي، عرض ممكن يمرق. طبعاً هلق الطفل يولد نقي بالفطرة، ما عنده كل هي الأمور، لكن بيكتسبها بسبب البيئة المحيطة فيه. إذا كانت البيئة عم بتراعي الصدق بأقواله بأفعاله بكلماته، طفل أوريدي بده يأخذ هي الصفات ويكتسبها. وإذا كان العكس، هذا الشيء رح يفسح له مجال لهو يكذب. لكن أنا اللي دائماً بأكد عليه أنه نحن نكون واعيين، عندنا ثقافة كتير كافية لحتى نستوعب هذا الطفل. المشكلة اللي عم نعاني منها اليوم نحن إنه الأهل ما عم بيكونوا واعيين بهذا الموضوع. أول كلمة بيجوا بيخبروك إياها وأنا عم عانيها عندي بالروضة مثلاً، الطفل بحب يلفت نظر، بحب يفرجينا إنه أنا موجود، لكن بطريقته. وين المشكلة بتصير؟ لما الأهل بيصدقوا هذا الشيء، بيجوا بيخبروك إنه ابني ما بيكذب. أوكي أكيد ابنك ما بيكذب، لكن أنت اللي ما عندك وعي كامل لحتى أنت تستوعب هذا الطفل. طفل بده
يعيش بهي المراحل. وكثير من الاطفال، هلا مو كل الاطفال، ممكن 80% من هي الاطفال تعيش بمرحله الكذب الخيالي وتبلش تالف قصص حسب الظروف الموجوده عندها. لحتى عندي بنوته صغيره، هي لازم انه اول ما اجت على الروضه لازم تدخل على صف. تمام. فهي تروح لعند امها تقول لها انه الاولاد ضربوني، انا بدي اعرف كيف الاولاد ضربوها وهي معي عم بتكون. فصرت اتحايل عليها انه انا اتخبى وهي ما مو شايفتني بس انا شايفتها. بعدين بعد ما شافتني صارت تبكي فجأة، إنه يا ماما لا عم تبكي، الأولاد ضربوني. طلعت هيك إنه ما في أولاد، بس هذا سببه إنه هي بدها تلفت نظر إنه أنت خليكي معي وما تروح. فأنت شوي شوي بدك تتعاملي مع الطفل. بس طبعا كمان ما تنكر إنه في كتير أهل واعية لهذا الموضوع وبتتقبل هي الفكرة، بتتحمل تصرفات الأطفال لحتى ما تضل هي المرحلة تأثر لبعدين. يعني هي مرحلة بتمر عند الطفل، بعدين نعرف نتعامل معها، نعرف خصائص كل مرحلة لحتى ما تأثر على الأطفال لحتى يكبروا. أكيد يعني نصائح هيك مهمة كتير وجهناها أكيد للأهالي اللي بيعانوا مع أولادهم من هي النقطة، ابنه هيك الثقة مع ابنكم أو بنتكم، وكثير يمكن بيكون جزء من حل هي المشكلة. شكرا كثير لوجودك معنا نغام، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. دقائق سريعة من رياضة الصباح صارت جاهزة مع الكوتش رام. صباح الخير مشاهدينا، معكم الكوتش راما من شمس اكاديمي. اليوم حتكون حلقتنا بس وورم اب فول بادي، كثير تمارين بسيطه. رح نبلش بالمكان، 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، رح نبلش اول شيء 1 2 3 4 5 6 7 8. سويتش 1 2 3 4 5 6 7 8. ايدي لقدام 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. اليمين 1 2 3 4 5 6 7 8. سويتش. هاي التمارين نحن فينا نعملها قبل ما نبلش بأي درس، سواء كنا بالجيم أو بصالة أو حتى بالبيت بنعملهم. تمام، 7 8. أوكي، هلا ذا سويتش 1 2 3 4 5 6 7 8. سويتش 1 2 3 4 5 6 7 8. لفوق 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. رح نشتغل إحمال الخواصر 1 2 3 4 5 6 7 8. سويتش 1 انا ثاني ركبي 2 3 4 5 6 7 8. knee up 1 2 3 4 5 6 7 8. Switch 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي، رح نعمل سايد 1 2 3. انا تانية ركبتي تانية شوي 4 6 7 8. سويتش 1 شادة معتي 2 وظهري 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Switch 1 2 3
4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 switch 1 2 3 4 5 6 7 8 رح نشتغل سكوات 1 2 3 4 5 6 7 8 نفس 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 مع نفس. هدول التمارين فينا نعملهم دائما قبل اي تمرين بدنا نعمله الورم اب كامل فول بادي، ومهم كثير دائما ينعمل اول شيء مع نشرب شويه مي ونفس. نهاركم سعيد. يا صباح الخير لكل ستات البيوت اللي كانوا معي واللي فاقوا هلا. بدهم يعرفوا اليوم الشيف توها شو عملت لهم اكله طيبه لذيذه. اليوم عملت لكم دجاج بالخضار، او ممكن نقول دجاج بالبروكلي. هلا الناس اللي ما بتحب البروكلي ممكن تعملي نفس الطريقه بس بدون البروكلي، وفي ناس بتقول بروكلي وكمان بصح انه نقول بروكولي، يعني اثنيناتهم صحيحين. عملنا شغله هيك صغيره كثير بغيابكم، حرد ارجع اذكر شو هي. هون انا عندي قطع شيش بدي اياها تقريبا كبيره، يعني حتى اكبر من شيش طاووق. تبلتها مثل ما انتم شايفين، انا هون بس قليتها، هذا الشيء الوحيد اللي انا عملته. حطيت معلقتين طحين مع معلقتين نشا، ملح، فلفل، بابريكا، حطيت زنجبيل وبهار مدخن، خلطتهم كثير منيح لحتى صار عندي القوام تقريبا مثل الكريسبي، او يعني بس المهم انه انا طبقه الطحين كلياتها صارت بقلب الدجاج. اضافه اني انا حطيت نص معلقه من بيكنج صودا مع معلقه صغيره من البيكنج باودر، حطيتهم كلهم مع بعضهم وقليتهم بشويه زيت وهيك صاروا عندي جاهزين. يعني هي الشغله الوحيده اللي انا عملتها بغيابكم، هي الاكله ممكن تنعمل على مرحلتين. هلا المرحله الثانيه حنحتاج هي الطنجره. هلا ممكن انا بنفس الطنجره هي، بس انا بصراحه حابه اليوم يعني انا حرك الاكل تكون مرتاحه ما يقعد تهز الطنجره معي. هلا هون حضيف زيت نباتي مثل ما انتم شايفين بهذا الشكل. رح ضيف عندي البصل مع الثوم، مع البصل الاخضر، طبعا انا بغيابكم هلا قطعتهم كلياتهم، حنضيفهم. حخليهم شوي لحتى يتقلوا. هلا انا وانتو بدنا نعمل الصوص. الصوص عندي كثير سهل، ما بده كثير شغل. هلا الخضره بصراحه رح استنى شوي على البصل والثوم لحتى يخلصوا. رح احتاج مثل ما انتم شايفين هون نص كوب من الصويا صوص، لهيك انا ما رح احط ملح للاخير لحتى ادوق انا الطعمه الموجوده. هون هاحتاج معلقه من الخل، رح احتاج هون كمان كاسه مي كامله،
مثل ما انتم شايفين مع شوي من الصويا صوص، عفوا الباربيكيو. هلا هيك رح تضيفهم بهذا الشكل. ومثل ما قلت هذا خياري. هون عندي معلقه من العسل. هلا على البرد العسل جبل، فحرك هلا هيك شوي شوي بتذوب. هلا اذا عسل اصلي دغري بده يذوب، ما هي مو اصلي والله شكله مع انه من الصيدليه بس سبحان الله. هلا حنترك وحروح ارجع كمان ضيف الجزر. حضيف الجزر هون هيك، رح ضيف هون عندي مثل ما انتم شايفين كمان فليفله حمراء وخضراء، يعني اي نوع خضره انت بدك اياه ممكن تضيفي. بس صدقوني عن جد جربوها لهي وادعوا لي. بعدين هي هلا حلاوتها بالمؤسسات، مثلا اذا انت مالك مضطره تاخذي كميه كثير كبيره، انا شفتهم على الوزن عم ياخذوا الكميه اللي هن بدهم اياها، يعني جربيها تجربه. ما اكل فيها طعميه لاولادك فيها فائده كثير ظريفه. هلا حقيم وحرك. انا مجرد اساسا هي الالوان كلها اذا اجتمعت عندي بالمنظره بتاخذ لعب. هخليهم كمان يتقلوا. هنحاول شوي بالعسل بلكي ضاب. هيك. طبعا انا هلا اخر شيء هي بس ضل عليها هي الاكله كمان لنرجع تتذكر، وحطيت انا مع هالتتبيله معلقتين نشا بس كمان هلا بتحتاج. لحتى دائما انا قلت لكم اي اكله فيها صوص حطوا لها معلقه نشا، اي شيء حتى لو صوص البيتزا. رح نحاول ندوب. يلا ضل شوي كمان. رح ضيف دغري انا هون عندي نشا معلقه. حارجع حرك. يعني انتم لاحظتوا القوام هذا لحاله هلا، يعني نفسه اذا حطيناه فوق الاكله كيف حيصير. هلا انا لضيقت الوقت حضل عم حرك فيه، ضل فيه تحت من عندي شوي ما في مشكله. هلا ممكن ست البيت تقلي اذا انا ما عندي عسل شو ممكن استبدل؟ ما مشكله، جيبي اذا عندك سكر اسمر كمان بينشرحها. هلا لاحظتوا؟ رح ضيف هون عندي القطع الدجاج اللي اوريدي عندي مستويه. شوفوا هالمنظر المشهي جدا والرائع، يعني لحالها هي الالوان بتقبلنا. طبعا ممكن تقدموها مع اي شيء بدكم اياه. هلا انا حقيني هي هي المرحله الاخيره لحقيني. هي هي من الاكلات الاسيويه اللي بيتضمن فيها الحلو مع الباربيكيو، يعني طعمه غريبه ولذيذه. هلا حنقيم ونضيف هيك، وهدول حنخليهم خلص. اخذنا شويه حلاوه وهيك تقريبا صارت اكلتي جاهزه. مثل ما انتم شايفين اكيد الكاميرا موجوده على الطنجره. هلا لاحظتوا هلا هون انا هذا عندي الصوص البني، رح يصير هيك خاطر ومنظره بياخذ العقل. وما ضل غير انا اورجيكم اياها بشكلها اللذيذ جدا والرائع مع السمسم والريحه طيبه جدا رائعه. اليوم بدك تغيري رايك بالبروكولي. يلا هلا بنشوف. شكرا كثير لك يا شيخ. كلياتنا اكيد بنتعرض بحياتنا لكثير قصص ممكن تخلي مزاجنا يتغير، ممكن نعصب من سبب يمكن كثير عادي، او ممكن نضحك بلا سبب وهيك بنضل ومزاجنا عم يتقلب. يعني تماما هي الحاله اسمها تقلب المزاج، ومن خلال هالتقرير رح نتعرف على اهم النصائح للتخلص من تقلب المزاج. لتقلب المزاج أسباب كثيرة لازم نعرفها كرمال نقدر نتغلب عليها. السبب الأساسي لتقلب المزاج منطقة اللوزة الدماغية المسؤولة عن إدارة العواطف وتنسيق الاستجابة الجسدية، وبيرتبط تقلب المزاج بالاستجابة العصبية، وغالباً بيكون الشخص اللي بيعاني من تقلب المزاج عنده مشاكل نفسية. أغلب حالات تقلب المزاج الخفيفة ما بحاجة لعلاج إلا إذا كانت شديدة. كرمال تحافظ على مزاجك بشكل طبيعي، رح نقدم مجموعة من الطرق لتساعدك بضبط تقلب المزاج. 1- المشي لمدة ربع ساعة بخفف التوتر. 2- من أهم الأسباب اللي بتحافظ على هدوء العقل والجسم، تمارين التنفس.
ثلاثة، إذا تعرضت لموقف وكان سبب لتغيير مزاجك، ما عليك غير أنه تشغل نفسك بأمر تاني مثل تشوف فيديو، تغمض عيونك أو ممكن تأخذ نفس عميق. أربعة، الطاقة الإيجابية. أهم شيء أنك تتمتع بطاقة إيجابية وما تخفي المشكلة عن الآخرين، لأن كلام الأشخاص حواليك رح يساعدك بالتخلص من تقلب المزاج. صار وقت لنبدأ معكم بفقرتنا الطبية. الهيكل العظمي للإنسان بيعطي الشكل العام لجسم الإنسان، ما في شك طبعاً، وأكيد بالإضافة لدوره بحماية العديد من أعضاء الجسم الداخلية مثل الرئة، القلب وغيرها. وهيكلنا العظمي بيتأثر بعدة عوامل، وممكن يعني تنقص صلابة العظم ويصير لين أو ما يسمى ومنسمع فيه دائماً بهشاشة العظام أو حتى المرض الصامت. بهي الحالة بيصير العظم هش ومعرض للكسر بشكل أكبر. لحتى نتعرف أكثر طبعاً عن هذا المرض وشو بيفرق أكيد عن هشاشة العظام، صار معنا الدكتور حمزة الجباوي، الاستشاري بجراحة العظمية وتبديل المفاصل. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم دكتور. عم نحكي عن هشاشة العظام، هذا المرض الصامت يلي ممكن نعرف أنه بعمر ما ممكن يصير، وخاصة عند السيدات يعني هن أكثر عرضة للإصابة فيه. ولكن لين العظام، خلينا نحكي عنه أكثر، شو منقصد فيه؟ هلا أول شيء صباح الخير مرة تانية. لين كلمة عربية، لين حتى في بنات اسمه لين. لين بس نحن عم نحكي لين. مو مرض. لين العظام. تمام، لين هي اللين من الليونة، والليونة عكس القساوة. فنحن إذا فهمنا العظم قاسي، وقت نقول لين العظام معناتها العظام لينة، الطرية أو اللينة. هذا باختصار إنه بنشرح للأخوة المشاهدين شو يعني لين العظام. يعني ليونة وطراوة، ما عاد صفى العظم قاسي. طبعا له سبب علمي إنه شو أسبابه وأعراضه، وهلا بنحكي فيها باختصار. فهي اسمها الليونة، واللي كمان بتختلف على الهشاشة. شو الفروق بينها؟ اللي حنحكي عنها كمان بعد شوي. أوكي. بس قبل ما نحكي على الفروق بدنا نعرف إنه شو سبب الليونة يعني بالنسبة للعظم. هلا معروف إنه العظم مكون من معادن، أغلبها الكلس والفوسفات. وهي وتتكون بالعظم في الآلية كيميائية، واللي اللي بيساعد بتثبيت الكلس بقلب العظم هو فيتامين د، اللي هو هلا صار نقصه شائع. شائع جدا، يعني ما في حدا ما بيحلل غير الا عنده نقص. وهي ظاهره شفناها خلال السبع او ثمان سنين الاخيرات، بالذات عندنا هون يعني بالبلد بالميدل ايست بشكل عام. طبعا نقص فيتامين د هو الفيتامين الاساسي اللي بيساعد على تثبيت الكلس جوات العظم اللي بيعطيها القساوه. فمعناتها وقت ينقص فيتامين د معناتها صفى في نقص بالوارد الوارد من الكلس ليتثبت جوات العظم خلال فيتامين د ضمن العظم. ولسه اكثر من هيك، وقت ينقص فيتامين د ما بقى في كلس، ف بينقص الوارد الكلس بالدم. ففي هناك هرمونات تعمل على ازاله الكلس من العظم باتجاه الدم. يعني بالتالي عندنا حلقه صارت معيبه، يعني صار في تسريب بدل ما يكون في تماما بالعظم. بدل ما يجينا سبورت للعظم من برا، كلس للعظم، صار عندنا آلية تهاجر من الكلس من العظم إلى الدم. فبالتالي يفاقم بالإصابة ويحدث ما يسمى بلين العظام. فنقص فيتامين دي هو السبب، هو الأساسي للين العظام. هلأ بدنا نحكي كمان على الفكرة اللي كنا ذكرناها مع حضرتك، والفرق ما بين لين العظام وهشاشة العظام، هون كيف ممكن يكون؟ تماما. هلأ لين العظام عادة يحدث عند الأطفال والأعمار الصغيرة، يعني هذا الأشياء الشائع، بينما الهشاشة بتكون عند الأعمار الكبيرة. وإذا بدنا نحكي بتركيبة هشاشة العظام عن لين العظام، إن اللين هو نقص المعادن، بينما الهشاشة هي عبارة عن نقص في الكتلة العظمية، يعني الماسك كتلة أو كترابيق عظمية، كخلايا عظمية بتكون قليلة. مثلا إذا في 1000 خلية بيصيروا 500، بس لساته العظم ما في نقص،
بالمعادن اللي جواته، انما نقص في الكتله العظميه اللي موجوده جوات العظم. الليونه حكينا هي نقص في الكلس والمواد الاساسيه، تثبيت الكلس ضمن العظام. عفوا، اي عم قول دكتور، مثل ما حكيت نقص فيتامين د اللي بيسبب اللين واللي ما بيخلي يثبت الكلس ضمن العظام، كلس جوات العظم اللي هو له علاقه بالليونه. طبعا الاعمار مختلفه كمان لنفرق بيناتهم، الليونه بنشوفها اكثر شيء بالاطفال والشباب وممكن نشوفها بالكبار، بينما الهشاشه غالبا او 90% بنشوفها عند الكبار بالعمر، وخاصه عند السيدات. تمام. بعد عمر معين، بعد سن الياس، تتظاهر بشكل كثير وتتسارع بشده وتؤدي الى الام المفاصل وتشوهات بالمفاصل وتنكس بالمفاصل. تمام. والى اخره، في سلسله فتنه حتى باخر شيء تنتهى بعمليه تبديل المفصل. يعني 90% من الحالات اللي عندهم هشاشه السيدات ما داروا بالهم على حالهم، ما رجعوا طبيبهم، ما تعالجوا بشكل جيد، معناتها بدهم ينتهوا بعمليه تبديل المفصل، وخصوصي وقت يكون في وزن زايد وما في اهتمام بالرياضه والنشاطات الاعتياديه اللي بتؤدي الى تقويه العظام. طيب دكتور، اخذنا من حضرتك انه لين العظام ممكن يصيب الاطفال، طيب شو الاسباب يلي ممكن توصل طفل لحتى نلاحظ فعلا عنده لين بالعظام؟ اذا عرفنا بعد ما حكينا عن السبب، او عفوا بعد ما عرفنا عن لين العظام شو سببه، هو نقص فيتامين د، فبالتالي نقص الوارد من فيتامين د هو اللي عم يسبب لنا لين العظام. فهي نقطه بدنا ننتبه لها كثير، يعني إلى أسباب الكثير. معناتها نحن لازم نعطي الطفل الحديث الولادة فيتامين د لأي عمر لحتى فعلا نقول إنه خلص هلا أمور الطفل بالسليم. طبعا في برنامج معين أو في وصفات معينة لازم تنعطى بشكل منتظم للطفل منذ أو ما بعد 6 أشهر بالأحرى. أحيانا منذ الولادة يعطى كميات معينة من الفيتامين د حتى يقدر يعوض النقص أو حتى يصل لمستوى جيد من تثبيت الكلس بالعظم. وأعطائه إما دوائيا أو غذائيا بالأحرى، يعني إنه فينا نعطيه عن طريق الغذاء، بس أحيانا حسب الدرجة اللي واصلها، حسب الدرجة يعني، وحسب إنه يعني نوعية الطعام اللي عم يتناوله. تمام. نوعية الأغذية اللي عم ياخدها، إذا كان في شمس ما في شمس، لأنه هو المصدر الأساسي إذا بدنا نجي للواقع هو التعرض لأشعة الشمس الصباحية والمسائية، ويمكن عندنا هون شوي ما في ثقافة التعرض للشمس إلا نسبة قليلة كثير كثير، فهو هذا كان أهم سبب لتناول فيتامين د. عندنا أسباب ثانية، من أسباب مرضية مثل سوء الامتصاص عند الأطفال، ولو عم تعطيه فيتامين د بتلاقي بصير عنده نقص. عدم ممارسة الرياضة، لأنه الرياضة كمان هي عامل أساسي بتقوية الجسم وبإعطاء فيزيولوجيا جيدة للتناول الفيتامينات والمعادن وتثبيتها بالجسم. بس دائما هو السبب الأساسي هو نقص الفيتامين د اللي بيؤدي لتثبيت الكلس بالجسم، هو اللي أكثر شيء بيعمل هالمشكلة. كيف بتبلش دكتور تتطور الأعراض؟ إذا نحن عم نحكي على عند الطفل، يعني شلون الأهل بده يبلشوا يلاحظوا إنه إحنا عندنا هي المشكلة؟ الأعراض بتتطور أساسا بسرعة أو كيف؟ هلا دائما الاهل ممكن ما ينتبهوا البدايه، بينتبهوا وقت يشوفوا الولد والله صار عنده رجليه تقوصوا او عم يشكي من وجع برجليه او وجع بظهره. طبعا لازم الام اول ما تنتبه على ابنها انه شكى من الام برجليه، ما تقول والله نطوطه او عفرته او عم يلعب زياده. هي شغله علامه كثير مهمه انه الام ما تهملها، ولازم تعير انتباهها خصوصي ببلادنا، لأنه الألم أحد المشعرات الأساسية بهيك حالة، والمشعر الأوضح هو بتلاقي حدث عند الطفل نوع من التقوس بالطرفين السفليين، إما نحو الخارج هذا اللي بيسموه روح أو الفالجوسني، أو نحو الداخل ما يسمى بالفحج أو الفالجوسني. فهون معناتها نحن وصلنا لمرحلة كتير شديدة من نقص فيتامين د او من حاله لين العظام. بس ما في شيء بيأشر انه مش يعني يشير لانه في مشكله قبل ما نوصل لهي المرحله؟ يعني ما ممكن الاهل يلاحظوا غير لحتى نحن هاي المرحله، معناتها نحن وصلنا فتنا بمرحله يعني متقدمه. هو نقول المشكله اهمال الام اذا ما كانت داير بالها على ابنها، ما عم تعطيه، ما عم تغذيه بشكل جيد، ما عم ترضعه رضاعه طبيعيه، ما عم تراجع طبيبه يلي لازم يعطيه من البدايه
جرعات معينة من الفيتامينز ومنها فيتامين د والمعادن اللي لازم ياخدها الطفل، لأنه الطفل ما في يشكي ولا في يعني يعبر يشرح يعني. يعبر صح. إلا لا يحدث عنده الألم أو لا ينتبه الأهل على العلامات. تنخر الأسنان لعلامات كثير المهمة والمتأخرة يلي بدلنا على وجود مشكلة بنقص فيتامين د، تشوهات بالفقرات أحيانا، تأخر انغلاق اليافوخ اللي بالجمجمه، هذا بيطول تماما، هذا بتاخر، علامه مهمه. بهون يعتمد الموضوع على ثقافه الام وثقافه الاهل اكيد، ومتابعتهم الطبيه ومراجعتهم الدوري لطبيبه الاطفال او طبيب العظام اللي ممكن يكشف الحاله مبكرا قبل ما تتطور ويصير علاجها صعب قليلا بعدين. تماما دكتور، رح ننتقل لآلية العلاج، ولكن في سؤال، هل يعتبر هو نوع من الأمراض الوراثية ولا لا؟ ما دخل، قلت من الأسباب اللي حضرتك ذكرتها ممكن سوء من الأم الاهتمام، والأسباب الأخرى اللي حضرتك ذكرتها. هلأ بالدراسات العالمية فينا نقول أنه جزء بسيط كتير له علاقة بالوراثة، بيلعب العامل الوراثي تماما، إنما السبب الأساسي هو نقص الوارد من فيتامين د اللي هو بيساعدنا على تثبيت الكلس بالعظم. يعني هو الكلس موجود باغلب الاغذيه واغلب الاطفال واغلب الكبار بياخذوا كلس، بس نحن اللي بنقصنا هو ما يثبت الكلس بالعظم ضمن العظام، الهرمونات، والاساس هو فيتامين د. واليه العلاج كيف راح تكون في حال وجود هي الحاله عند الطفل من بعد ما يتم تشخيصها؟ هلا نحن بدنا نعرف شو السبب. اذا كان سبب نقص الوارد من فيتامين د، معناته بدنا نعوض بفيتامين د. اذا نقص الوارد من الكلس بدنا نعوض بالكلس. اذا كان في مشكله وراثيه هي علاجها شوي صعب. اذا كانت المشكله مثلا سوء امتصاص بدنا نعالج سوء الامتصاص لنقدر نحل المشكله، فعلاجها كثير بسيط، معرفه السبب لحتى تتم اليه العلاج لنقدر نعالج. وطبعا من العوامل يلي بتفيدنا كمان مثل الوقايه انه الرياضه كثير مهمه، لانه بتعطي صلابة للعظم، بيستفيد الإنسان من كثير من الفيتامينات والأدوية اللي عم ياخذها، بتساعدنا بتقوية العظم وتقوية العضلات المحيطة بالعظم، يلي كمان بتساعد إنه ما يصير التقوس أو الميلان بالطرفين السفليين. يعني نتمنى دائما الصحة والسلامة لكل أطفالنا ولكل مشاهدينا أكيد. شكرا كثير لك دكتور ولكل المعلومات. شكرا شكرا، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، شكرا شكرا كثير. يعني كونه كنا عم نحكي قد ايه الرياضه مهمه بما يخص موضوع فقرتنا، ما فينا ننكر بانه من نحن وصغار درس الرياضه كان من اكثر الحصص اللي بنستناها، طبعا لانه دائما بيكون فيها العاب، فيها حماس، فيها تشجيع. كنت تحبي درس الرياضه؟ حصص الرياضه؟ هلا بحب درس الرياضه لحتى نرتاح شوي، نرتاح شوي من الحصص التعليميه، يعني لحتى نحس فعلا تنفسنا او عملنا اي شيء لحتى يرجع فعلا يحفزنا وينشطنا من اول وجديد. ومن جهه ثانيه كثير من الدراسات والابحاث العلميه اكدت على اهميه العلاقه بين الرياضه والتعليم، تبين انه الطلاب يلي بيحرصوا على المشاركة بالمسابقات الرياضية بين المدارس عندهم القدرة أعلى للاستمرار بالدراسة وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية. لهيك اليوم رح نحكي عن مبادرة أقامتها المدرسة الباكستانية، جمعت فيها متسابقين من مدارس مختلفة إن كانت خاصة وحتى عامة ليتنافسوا بأكثر من نوع من الرياضات. تابعوا معنا تفاصيل أكثر بهالتقرير مع زميلتنا غنوة السمرة.
متسابقين والحكام قبل البدء بالمنافسة قسم اللعب يلي بيتضمن الالتزام بقواعد الرياضة وروح اللعب النزيهة، ومن بعدها تم الإعلان عن بداية المسابقة بين الفرق بكرة السلة وكرة القدم، وهالشي ضمن تشجيع من أهالي المتسابقين ورفقاتهم. مرة هذا التجربة، وإن شاء الله يا رب تكون هيك ناجحة وبتكون شيء يعني نوع من التبادل الثقافي حتى والرياضي بين الفرق والمدارس بضمن دمشق. يعني في هلا روح فريق، بتلاقي انه مثلا كل فريق يعني كله رفقات بين بعضه، يعني كله بياسس عيله بين الفرق. هلا نحن كثير متحمسين صراحه، رح نعطي اور بيست، رح نعطي جهدنا، واحنا هدفنا نربح هالبطوله. نحن مشاركين بفريق الفوتبول، وانا الكابتن تبع الفريق، وان شاء الله بنفوز بناخذ لقب. طبعا هالمسابقة رح تستمر لمدة أسبوع ليتم اختتامها يوم الخميس القادم بحضور من أهالي المتسابقين والسفير الباكستاني ووزير التربية لإعلان الفائزين وتسليم الجوائز والميداليات لمستحقيها. أبرجنا وحظوظنا وشو مخبيلنا الفلك بهاليوم الجديد، المدام نجلة أباني رح تخبرنا. صباح الخير مدام. صباحك يا نجلة. صباح الخير، سيدة وقتك يا نور. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير مرتاحين مبسوطين. اليوم 20 مارس أدار الشهر الثالث، يسعد صباح الجميع. طبعا كواكبنا ما زالت في أماكن عطارد، كوكب السفر الأوراق المستندات يتقدم في برج الحوت إلى جانب المشتري للحظوظ السعيدة والتقاط الفرص الإيجابية كمان في برج الحوت. هلأ المريخ ما زال متقدماً في برج الدلو، المريخ هو الكوكب اللي بيجعلنا عصبيين مليانين طاقة وحماس لما بيكون ببرج منيح، لما بيكون برج صديق، أما لما بيكون يعني بمكان غير جيد بالنسبة لنا مثلاً فبيعملنا قصة صحية معنا كتير صح. يعني لو كنت باعتباره موجود في برج الدلو، فلو كنت من مواليد برج الثور، برج الأسد، برج العقرب، لازم تنتبهوا شوي صحياً لسه في شهر. طبعاً كمان الزهرة لأنه موجود في برج الدلو وليس فقط المريخ. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، لليوم كأنك عم تستشير من حولك على قصة العلاقة بشوية مضايقات، ما بعرف كأنه النزاع بين العقل والعاطفة، كأنه ما عم تقدر تتصرف بحرية، كأنه أخطائك ممكن تسبب لك مشاكل، كأنه في حواليك أشخاص غير أكفاء مثلاً، في شيء عم بيأثر على عملك، يعني ما كتير مرتاح. مولود برج الحمل الحكاية حواليه مو كتير آمنة، المناخ الفلكي مو كتير آمن، فأتمنى أولاً أنك تتعامل مع المواضيع اللي حواليك بحكمة، ثانياً ما تجاوب جواب ما أنه كتير محسوب. مولود برج الثور الحياة الآن على قصة صحية، ما بعرف إذا بتخصك أو بتخص أحد أفراد العائلة، بس أنا أعتقد أنه شغلك كتير، عندك مزاج مو كتير رايق، شوي منشغل بقصص على حساب أمور لازم تعطيها وقتك، يعني مثل كأنه حدا من أهلك مريض لا سمح الله، لازم تعطيه وقتك
بس كأنك مشغول بأشياء أخرى. على كل إن أنت تحتاج لكثير معاونين بهذه الفترات، تبدو وكأنك مولود برج الثور فاقدا للطاقة، ما له خلق اليوم. الجوزاء هو اللي أموره جيدة اليوم، في عروض أو العمل يتقاسم مع الشراكة العاطفية، عم يتقاسم وقتك اليوم، في أمل، في تأثير كبير، في تدعيم علاقات، في تمتين أسس، عم تتخطى الحواجز بكلماتك اللطيفة. وخذها مني نصيحة، على كل الأحوال لا خاب من استشار. مولود السرطان، أعتقد أنه أنت اللي قلقان ومانك كتير مبسوط، يعني في شي حواليك شوي مضايقك، في شي حواليك شوي زعجك، قلق عائلي، قلق شخصي، عم تنتظر شي، عم تستنى شي، متحسس من أمور صغيرة، يمكن محتاج تأجل نقاشات. أنا بقول اليوم مانا لحل مشاكل الآخرين، اليوم لتحل مشاكلك أنت بدون انفعال أو بدون تذمر عزيزنا السرطان. مولود برج الأسد اليوم للحركة، للفرح، للتفاؤل، للنشاط، للعلاقات العامة، ربما تفرح لالتفاف الناس حواليك أو تستعيد هيك مشاعر قديمة. يوم ممكن يكون إيجابي ليكون في شيء أنت بتؤمن فيه عم تسعى باتجاهه، تحاصر مشاكلك بالتفاؤل، واليوم مبشر. لسه عم تناقش بعض الأمور المالية عزيزنا مولود برج العذراء، يعني تعودت على المصروف الكبير، وهذاك الشهر كان في إيجابيات على الصعيد المالي، هذا الشهر لا يعتبر كثير الأريح، لذلك حاول تشد أحزمة. طبعاً هو الشهر القادم المتعب مالياً وليس هذا الشهر، بس هذا الشهر يعني ما بيمنع من هلأ تبلش تتعلم شوي، تغير طريقة حياتك وتشد لك شوي أحزمة، خاصة وأنت شخص تكره القروض. عزيزنا مولود برج الميزان، عم تخفض نسبة الصدامات اليوم بوجود القمر ببرجك، عم تزداد قرب من أصدقاء. لاحظ تليفونك ما عم بيوقف رن، في محبة تساعدك اليوم، معنوياتك مرتفعة، عندك ود أو حظوظ جيدة أو علاقات مع الناس اللي حواليك بشكل جيد، كأنك عم تستعيد مجدداً ثقتك بالحياة مولود الميزان، وعم تقضي أوقات جميلة. يمكن مولود برج العقرب أنت اللي مو كتير مرتاح، وحاول تضيق الخلافات بينك وبين الآخرين، أو على الأقل حدد الجهة اللي عم بتضايقك، لأنه اليوم في شيء شخص أنت بتحبه ممكن أنه كلمة جارحة تضايقه أو تضايقك، يعني الأمور ما كتير الأفضل تعتبر، مع أنه أنا بشوفه أفضل من اليومين اللي راحوا، بس لسه الأمور ما أنا مستقرة لبكرة ليدخل القمر على برجك مولود برج العقرب وتبلش أمورك تتحسن. يوم مليان نشاط وتعارف مولود برج القوس، يوم لتطور صداقاتك، ليكون عندك نشاط اجتماعي، في دقة، في لطف، في دبلوماسية، في تعارف، في قصص العلاقة بصداقات جديدة، سفر ربما، أو أصدقاء أنت أهملتهم، أو في نوع من أنواع السعادة، كأنك عم بتغير مولود برج القوس الأجواء من حولك. عزيزة مولود برج الجدي، أنت أكثرنا تعباً اليوم، وأكثر حدا قابل للصدامات مع الآخرين. مشكلة اليوم هيك كلمتك واقفة، ممكن تزعج حدا بدون ما تقصد، أو محتاج تحاور الناس اللي حواليك بهدوء، محتاج أنك ما تكون عدواني مثلاً. طاقتك اليوم شوي منخفضة مولود برج الجدي، نسق ظرفك حسب الموجود، ولا تطلب من الناس أو من نفسك اليوم الكمال. مولود برج الدلو اليوم الأمور جيدة، عم تجمع أطراف علاقاتك لترتب أمورك، أنت محب، عطوف، موضع اهتمام، تصالح، تتفاهم مع الناس حواليك، تبتعد عن الردود العصبية وتكشف عن مشاعرك وبدقة. يوم جيد لعزيزنا الدلو. كمان اليوم جيد لعزيزنا الحوت، لأنه اليوم عم بيباشر إجراءات إعادة بناء الثقة بينه وبين الناس حواليه، والحياة في حظوظ سعيدة اليوم، سواء يعني الباب مفتوح على مصراعيه لترتب أمور مالية حكومية، كل شيء له علاقة بمؤسسات دولة، طبعاً بوجود عطارد في برجك، كل شيء له علاقة بسفر، مؤسسات حكومية، مواضيع بالعمل ممكن تكون إيجابية جداً خلال الشهر القادم كله. واليوم بالذات عم قلك إنه ممكن يكون عندك إجراءات إعادة بناء ثقة بينك وبين الناس المقربين، هيك في دعم من الكواكب.
خليني عايد مولود اليوم مولود 20، الشخص الشديد الجاذبية الفائق الذكاء، يشعر بالأشياء قبل وقوعها، حكمه على الآخرين، شديد الصحة، شكاك، شديد الثقة بنفسه، شكاك بالآخرين، يجيد كل ما يفعله، يعطي كل ذي حق حقه، قاسي لا يرحم إذا كذبت عليه أو خدعته، بحب التحدي والإثارة، قوي الإرادة، كثير الطموح، عن شخص قائد بطبعه، ذاكرته قوية، لا ينسى الإساءة ولا ينسى المعروف. أنا برأيي الأمور المهنية باشر التحسن، دخول عطارد 9 بالشهر لبرجك، عم بيترافق مع أمور مالية رح تتحسن الشهر الجاي، يعني خاصة على صعيد نتائج امتحانات، دورة جديدة، نوع من أنواع التعارف، أمورك جيدة جدا، وخاصة أنه يعني الشهر القادم رح يكون أفضل بالنسبة لك على مستوى الصحة والمال. هلأ أنا بقول الحوت بالمجمل رح يبلش سنته الشهر الجاي، مو هذا الشهر، مع أنه هذا الشهر باشر تحسن. رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. رافع، رافع يا ريت لو بعثت لي مواليد زوجتك، لأنه عم بيسألني عن الإنجاب، والحقيقة رافع والله يا حظوظك جيدة جدا، إن شاء الله الله يفرح قلبك، بس بيخطر لي الصيف حيكون مفرح بالنسبة لك. عامر عم بيسألني مع غينة، كأنه علاقة جيدة عامر، بس أنا ما بشوف هاي العلاقة الاستمرار، السبب اتنيناتكم بتفصلوا تفاصيل صغيرة، اتنيناتكم بتدققوا على أشياء صغيرة، اتنيناتكم بتضخموا الأشياء الصغيرة، تجوز نقاقين روحي، والمشكلة الخبرة والتجربة لسه ما عركتكم لحتى تغيروا شيء بطبعكم. هلا لا أعتقد هاي القصة الاستمرار، مع ذلك الله يقدم في الخير، اتنيناتكم كتير صغار. أميرة عم تسألني من مواليد 99، سنة حظك يا أميرة، سنة جيدة جدا، لكن كسفر أو كمهنة أو كعمل مانا كتير الأريح عاطفيا، لذلك جبت لي اياها من الآخر، كسفر أو زواج من غير حب، زواج أهل يعني يا صبحة. عامر كم رسالة بعد عامر؟ وانت عمرك 15 سنة يعني شو؟ منتجب 94، يسعد أوقاتك يا منتجب، أمورك جيدة جدا يا حبيبي، أحد الأعوام الأفضل بالنسبة لك، عندك مشروع تغيير عقار، تغيير بيت، تغيير حالة اجتماعية، يعني بحياتك الشخصية فيها نوع من أنواع التغييرات الإيجابية جدا، طبعا وأصلا هي سنة المال، فما كثير تقلق حبيبي. سلمان عم بيصبح علينا، يسعد أوقاتك يا سلمان. شادن، يسعد أوقاتك يا شادن، ضلك بخير، يعني طبعا سلمان عمره 14 سنة. اوكي. غينة مواليدها 2012. انا حسيت من الرياكشن تبعك مدام انه في شيء مش عم بشرح لكم شو عم بيصير. غينة 2012. غينة مثلا 2012 عملت من سنين مثلا. يعني شو بيكون السؤال؟ شو؟ ما هيك بس غينة كذا، يعني ما مو ذاكر شو السؤال، بس يعني قولا واحدا تكون دراسية، شو بدها تسأل لي غينة مثلا؟ ما بعرف بس. عمرها 8 سنين مثلا. المهم انه شادن مواليدها 98. أمورك جيدة يا شادن، والسنة جيدة بالنسبة لك، لكن هلأ لسه بلشت، يعني ما كتير تقلق يا حبيبتي، لأنه مرقتي بثلاث أربع شهور كانوا كتير متعبين، هلأ الأشهر القادمة تعتبر الأفضل يا شادن، أنا بعتبرها سنة مهمة روحي، وسنة بالمجمل إيجابية وجيدة. عائشة عوض، عائشة أنا كمان نفسي أعرف برجك، بس بدون مواليد ما فيني فيدك بشي يا روحي. اسماعيل عم بيقول لي 99 مواليده، يسعد اوقاتك يا اسماعيل، سنة بتاخد العقل بالنسبة لك حبيبي، سنة جيدة جدا، بس أنا بظن كتغيير ليس قبل الصيف، يعني بالمجمل أنا برأيي كتغيير ليس قبل الصيف، هالفترات منيحة مانا سيئة، بس مانا للتغييرات. بس أحمد أمري عم بيسألني، أمورك جيدة جدا يا أحمد، سنة حلوة بالنسبة لك، أحد العوام الأفضل رحي جديا، يسعد اوقاتكم وتضلوا بخير، وتضلي دائما بخير. شكرا مدام، شكرا كثير لك يا نجلاء. وهلا مشاهدينا صار الوقت لننتقل عند الشيف لنشوف طبقنا بشكله النهائي. نصف
صباح الخير عن جديد. وهيك صارت الشكل النهائي لأكلتنا اليوم، الدجاج بالخضار. وأنا بصراحة نطرت لترجعوا لعندي لحتى ورجيكم القوام تبع الصوص. ليش؟ مشان تقوموا تتشجعوا مثل ما حتتشجع آية ونور، بس لحتى يذوقوا الطعمة ويعملوا نفس الأكلة. وشوفوا الصوص كيف صار عندي خاطر، أنا أصلاً نطرت، شايفين كيف مبين معاكم؟ حتى قطع الدجاج مبينة كثير لذيذة، والقوام والألوان وكل شيء. وأنا بصراحة دقتها كثير طيبة. طبعاً ما احتجت لملح لأنه أوريدي عندي أنا الملح من الصويا صوص. وهون لا، بما أنه أنا قلت أكلة آسيوية لازم نضيف لها اللمسة الأخيرة اللي هي السمسم. وبشوفكم بكرة بمناسبة عيد الأم على أكلات حلو كتير طيبة. شكرا كتير لك يا شيف، يعطيك العافية. الله يعطيك العافية يا شيف. يعني مع هالطبق اللطيف الظريف بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا، وأكيد موعدنا بكرة معكم بتجدد بحلقة أكيد رح تكون هيك مميزة، لأنه رح تكون بيوم مميز وهو عيد الأم. من هلأ بنقول كل عام وكل الماميات بألف خير. نحن بنحبكم بكل الأوقات، مو بس أكيد. بكرة أكيد. بس بكرة هيك لازم يكون وضع خاص. بدك تعيديني؟ لا، ما أنت بخير. وأنت بألف خير يا رب، وكل أمهات بلدنا بألف خير، والعالم تبقوا بألف خير. باي باي.